جامعين المواكب وهم دال حسين، هم جاي يكتون من حسين. جامع المواكب هاي يريد يمشيها على كم واحد من ذول الناس المتملقين لهم، وعتبنا على المواكب القاعدين جوا ساهموا ويا قبيح من دين ويا حسن فدعم بقتل الحسين. الحسين يوميا يقتل في بابل، لان الحسين اصلاح، الحسين حق. اي انتهاك، اي انتهاك للحق للإنسانية هو قتل للحسين، لان الحسين ضحى بعائلته. طيب، الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. 10727 هو التردد الجديد على القمر نايل سات. 10727. نعم، نبدأ الحلقة اليوم بما أعلنته وزارة الصحة في العراق عن تسجيل 72 حالة وفاة و 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية. الوزارة قالت بأن طواقمها أجرت أكثر من 20,000 مسحة لاختبار فيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات إلى 215,734 إصابة و 6668 وفاة منذ آذار الماضي. طبعا احتل العراق المرتبة الرابعة عالميا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وذلك بحسب التصنيف الذي وضعه موقع وورد ميتر العالمي المتخصص برصد وباء كورونا، بأن العراق حل بالمرتبة الرابعة عالميا، حيث وصل فيه معدل الإصابات بالفيروس إلى نحو 4,000 إصابة يوميا، وذلك بعد الهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وزارة الصحة في حكومة مصطفى الكاظمي توقعت حدوث موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا في الخريف المقبل بالتزامن مع انتشار الإنفلونزا الموسمية. عضو خلية الأزمة التابعة للوزارة عباس الحسيني بأنه على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات التي تجاوزت 4,000 إصابة يوميا، إلا أن هذا العدد لا يشكل حقيقة الأرقام المعلنة، وذلك بسبب عزوف أغلب المصابين عن مراجعة المؤسسات الصحية لإجراء المسحات والتحاليل الأخرى. مراقبون أكدوا بأن غالبية المصابين يمتنعون عن الذهاب إلى المستشفيات الحكومية ويفضلون البقاء في منازلهم بسبب انهيار الواقع الصحي وعدم توفر العلاجات اللازمة في المستشفيات الحكومية. نعم، معنا اتصال أبو عمر من صلاح الدين. تفضل أبو عمر. أبو عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. شلون حالك؟ يا هلا بيك، حياك الله. شلون صحتك؟ الله يسلمك. عمر مدجيل. شلون أخي؟ يا أبو عمر مدجيل. أهلا وسهلا بيك، تفضل. هم من مطار مال لبنان. نعم. اتبار مكافو ورد الشعار وقدوا بالذوبنا قبل العلاج، وعلى مستشفياتنا خايتة جاية علاج بيها لا شيء، يعني مش نعم نعمين أمين الشعب في المستشفيات هم لبنان يا وقدوا العربية وهذا، وإحنا نبقى بس يعني بلد معود اتبار مكافو ورد الشعب. نعم. ما يصير هيك. خايفه ما له يعني. ما في توي ما بيه.
انا فرحت بالسؤال الماضي زين. صاحب هاشم العراق. نعم. أنا أشكرك أبو عمر من صلاح الدين كان معنا. طبعا هو إحنا الحديث اليوم مع ذكرى عاشوراء واستشهاد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، دنشوف يعني موضوع المواكب وموضوع الطبخ، دنشوف مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الناس ولا دايرة بال ولا دايرة بال، كل من شال الجدرية مالته وده ياخذ قيمة وأكل، وماكو لا لابسين كمامات ولا ماخذين الاعتبار بالاعتبار أنه هناك فيروس، بل هناك من نشوفه ونسمعه أنه أكو فيروس ماكو فيروس، إحنا نقيم المراسم عاشوراء. يعني إحنا من نتحدث مو من نتحدث أنه نقول لك والله أنه أنت تسوي أو لا تسوي، لكن في هذا الوضع وضع فيروس كورونا إحنا شفنا العالم كله وقف، كل العالم وقف، ما تجيني تقول لا والله ما راح يصير بيه، لا صار بكل المحافظات العراقية إذا نحكي على العراق، وصار بكل الناس إن كان الطبيب أو شيخ جامع أو إمام أو مرجع أو إلى آخره. كثير من الناس انصابت بالعراق، واليوم العراق يحتل المرتبة 4 عالمياً بحسب تصنيف إحدى المؤسسات المهتمة بوباء فيروس كورونا. فيا جماعة يا جماعة ما معقول إنه إحنا بهذا الأمر، ومع التدهور الصحي ودنشوف الناس مدى تروح للمستشفيات بسبب إنه إحنا ما عدنا صحة بالعراق حقيقية. الناس تداري نفسها بنفسها، تروح هي تتعال تشتري دواء وهي تشتري أكسجين، والبيوت انقلبت إلى مستشفيات لأن إحنا ما عندنا مستشفيات. فإحنا إذا ما نأخذ هذا بالاعتبار، وإذا ما نظن بأن الله سبحانه وتعالى هو الضار وهو النافع ونأخذ بالأسباب، يعني ما معقولة. يعني إحنا مقبلين فوق ما أنه هناك تحذيرات من منظمة الصحة العالمية تتوقع بموجة ثانية وقوية لفيروس كورونا في الخريف القادم، ومع هذا التجمع وعدم أخذ الحيطة والحذر، يعني إحنا الوضع بالعراق نشوف يوميا، إحنا نشوف الفيسبوك أو تويتر بالعراق صار عبارة عن مجلس عزاء، يوميا نسمع ونشوف شاب كبير صغير يعاني من أمراض مزمنة، سليم رياضي، نشوف حالات وفيات بالعشرات بالعشرات. يا أخي أوكي هسه أنت تقول أني ما أقدر لأن أني أشتغل، أوكي أخذ الإجراءات الوقائية وروح أشتغل، لكن أنه أنت ما عندك شيء وتتجمع، والمصيبة الأكبر أنه إحنا ما عندنا رادع من قبل المراجع الدينية. المفروض يقولون عمي هاي السنة تكتفي على الأقل بعدد قليل بعدد قليل حتى تعدي هاي الأزمة حتى تعدي هاي الأزمة. ما يصير هيك، ما يصير. إحنا اليوم أمام آلاف من الحالات، وصلنا إلى 4000 حالة يوميا هذه المسجلة، ها طبعا أكثر، ممكن نضربها في 4 إذا مو أكثر باليوم، ونجي ونقول بأنه لا والله إحنا ما راح يصير بينا شيء وإلى آخره. ماكو هذا الحكي. وإذا مرضت فهو يشفين، الله سبحانه وتعالى هو الضار وهو النافع، هو اللي مرضك وهو اللي شافيك. لازم تأخذ بالاحتياطات، لازم تأخذ بالإجراءات الوقائية. معنا اتصال محمد من كربلاء، تفضل محمد. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ريب الورقة شونك؟ أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. الله يبارك فيك ويستر عليك أخوي. الله يعافيك ويسلمك. حياكم الله وحيا قناة الرافدين. تحيا والدوم، الله يحفظك ويخليك. نعم. أخوي احنا مستشفيات، عراقين مستشفيات. أدوية لا بيع حاجات، لا بيع أثر. نعم. يعني الوضع يتعب. ظاهرات يعني. انجز اللي خليك بالبيت. نعم. مستحقق حتى الآخرين، فراس كورونا انتشر بالعراق وأصابات. زين.
بس لا حول ولا قوه. هو يا حلمة زين الاصابات، الاصابات بالعراق اصابات نعم زين، بس ما حد جاي يلتزم بالاصابات، ما حد زين تجمعات هسه حاليا هسه كربلاء نعم المرجعيه وصلت المرجعيه تيجي ولحد وهذا ببيتك وحتى اي شيء زين، والعالم ما جاي تلتزم بهذا الشيء زين. هذا مره هسه وصار بي اشياء تعبانه، الوضعيه تعبانه والله بس رحمته. نعم مصطفى استاذ محمد اخويا لو لا نعم ما حد جاي يلتزم، ما حد جاي يلتزم يعني يطلع يمشي لا كمامه لا تشوف وضاعف تقول عنده شيء. نعم اشكركم واشكر قناه الرافدين. اني اشكرك، اني اشكرك محمد من كربلاء. كان معنا ابو سجاد من بغداد، تفضل ابو سجاد. ابو سجاد، ابو سجاد انقطع اتصال مع ابو سجاد من بغداد. نحضر المقطع اللي رقمه 28، زميلنا المخرج طبعا تحدثت أو شكت إحدى شركات توريد الأكسجين من تعامل أفراد الأمن في منفذ صفوان الحدودي في البصرة في الوقت الذي تشهد المحافظة أزمة خانقة بسبب نقص الأكسجين اللازم لمرضى فيروس كورونا في مستشفياتها. طبعا أظهرت لقطات مصورة قيام عناصر القوات الحكومية باعتقال أحد سائقي الشاحنات في منفذ صفوان الحدودي في البصرة وسحبه في الشارع بطريقة غير إنسانية. نشوف المقطع. هي على فئة من المواطنين. هذا مو أحمد الكليف. هذا مو أحمد. مو أحمد؟ مو أحمد. كظم إذنه. ماكو واحد يصوره؟ صوره. صور قرب الفيديو. صور قام يدق علي بوكسه. صور بسام قرب الفيديو. صور تيدي. نعم معنا اتصال ابو ابراهيم من الانبار، تفضل ابو ابراهيم. ابو ابراهيم تسمع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. من العواصات السياحية قاعدين احنا 300 عائلة. نعم ولا حول ولا قوة، وجعانين عندنا كبار وصغار كلهم موتى، ومساعدات مالية مساعدات سنة نوبة يجينا وخاطينا، لا هم منطينا أرض محافظة الأنبار ولا منطينا منحة ولا منطينا أي شغلة، العواصات قاطعين من الله وجاي. نعم ولا راجعين المناطق، يشوفونا حل يعطونا قطع، كل من يقول له روح ابن ساعات اما تونا حل يعطونا منحه ماليه روح ناجر روح نسوي المخيمات اختلتنا واحنا شياب كبار. نعم ابو ابراهيم انتم قاعدين بالسياحيه مو؟ ابو ابراهيم انقطع الاتصال مع ابو ابراهيم. ابو زكريا من كركوك، تفضل ابو زكريا. الله يحفظك يا اخوي. الله يسلمك. انا براد ان شاء الله. الله يخليك. كل المتظاهرين عراقيين. امين. استاذ عمر. نعم. والله العظيم انا شايفين فوق 600 300 واحد عندي جوا العبد كورونا الحلبه تخلي وياه. نعم يوم تستقبل يوم تستقبل يوم تستقبل مع الصوت يقطع أبو. نعم يعني على كل عراقيين يتعاملون هاي الصورة لأنهم يخلصون من مرض الخبيث اللي كورونا. نسأل الله أن يشافي جميع العراقيين الموضوع في الأول. نعم أنا أشكرك أبو زكريا من كركوك. موضوع فيروس كورونا طبعا لغاية الآن لم يوجد له علاج صرحت به منظمة الصحة
العالمية. هناك حديث عن أنه ربما يطرح اللقاح في القريب العاجل إن شاء الله. الأمر الأول هو الوقاية، لازم وقاية والمحافظة على صحتك وعدم الإصابة بأمراض أخرى قد تقلل من مناعتك. معنا اتصال شاكر من بغداد، تفضل شاكر. شاكر تسمعني شاكر؟ انقطع الاتصال مع شاكر من بغداد. طبعا احنا فوق كل الهم والقطاع الصحي اللي يعاني فيه العراق، تدرون انه العراق معتمد في كثير من قطاعاته وخاصة وزارة الصحة على موضوع دعم المنظمات العالمية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية الفاو. اليوم مصادر حكومية في محافظة نينوى أعلنت عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لمنظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة في ناحية برطلة شمال شرقي المحافظة. الجماعة بعد ما يكفيهم لا ناشطين ولا صحفيين ولا ضباط ولا علماء، بدوا يتجاوزون على المنظمات العالمية. تحدثت المصادر وقالت بأنه عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق أربيل موصل، انفجرت على سيارة تابعة قرب قرية شاقولي في برطلة. العبوة انفجرت على سيارة تابعة للأمم المتحدة. مصادر صحفية قالت بأن المنظمات العالمية اليوم التابعة للأمم المتحدة أوصت بإيقاف نشاطها داخل محافظة نينوى ومركزها الموصل بعد استهداف سيارتين، طبعا قالت المصادر الصحفية، تابعتين لمنظمة الأغذية العالمية بعبوة ناسفة. كما أشارت المصادر الصحفية بأن ميليشيا لواء 30 من الميليشيات الموالية لإيران ومن ضمن تشكيلات الحشد الشعبي هي المسؤولة عن عملية التفجير، وذلك لإرغام المنظمات الدولية بدفع الأتاوات والرشا لها. إحدى كاميرات المراقبة رصدت لحظة انفجار العبوة على السيارات أو على سيارتين تابعتين لمنظمة الأغذية الدولية. خلونا نشوفها لهذا المقطع ونرجع لكم. يعني خاف هذه المنظمات دتعين شوية من حاجة الناس إن كان على المستوى الصحي أو المستوى الغذائي. حتى الجماعة يقطعون كل شيء، يقطعون كل شيء، ما يخلون لا منظمة تشتغل ولا أحد يقدم مساعدة. ليش؟ لأن والله الجماعة ما يدفعون أتاوات، يريد يأخذون حتى رشوة من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. هذا الحال اللي صار بالعراق، عصابات ميليشيات لا دولة رادعة لهم ولا حكومة تردعهم، لأن هم الحكومة وهم الدولة اللي صاروا بالعراق مع الأسف. أبو سجاد من بغداد يعاود الاتصال، تفضل أبو سجاد. تفضل أبو سجاد. أهلا وسهلا بك، تفضل. ليش ما تنص التلفزيون أبو سجاد؟ حتى إحنا قاعدين أبو سجاد، نص التلفزيون حتى نفتهم عليك. حبيبي حبيبي، يعني قاعد وين بالبيع؟ نعم. الشغل ما يصدق. نعم. إيه وعندك هاي الأكل ضار الغنام، الغنام ده يصير يلبون بالشارع وتعرف بالمحلات، يعني فساد كل شيء، يعني مو زينة.
على شوية تحاولين مثلا يعني وجات الساحة تطلع مثلا يعني شوية على المخرج حقهم. نعم استمر أبو سجاد، لا تنتظر لما تسمع كلامك، استمر بدنا نسمعك. نعم 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 تفضل. ألو تفضل. أو هذه يعني هاي رسالة أرسلك يا حبيبي. نعم أنتوا بمنطقة البياع تعانون من جماعة الغنم اللي منتشرة بالشوارع. الغنم هاي ماشي. نعم زين ماكو شرطة ماكو بلدية. نعم والله طلعت المفارض شوي مو من اول بدا بس اول صار عندهم نشاط قوي بس بعد شوي رجعت يعني ضحفت. نعم والله بلكي الصوت يسمعون صوتك الجماعة يعني مع الأسف هذا حال العاصمة بغداد. أنا أشكرك أبو سجاد من بغداد كان معنا. أم علي من بغداد تفضل. يا أم علي أم علي تسمعيني؟ إيه دا أسمعك الله يساعدك. أهلا وسهلا بيش تفضلي. فيك عيوني أشكر قناتكم يوم أشكر قناتكم يوم. الله يسلمك ويخليك أستاذ. أنا عندي سجين بالشعبة الخامسة. نعم تسمعني؟ أسمعك يعني ابني دا يعاني معاناة حيل يعني متأذي. اتصور البارحة يقول يما صار شهر أني ما غسل الزيوت ما لا يخلونا احنا نودي لهم عم يخلونا نودي بطل جاي يقول ب 15,000 استاذ بطل جاي. وين مصطفى الكاظمي خلي يدور الحال والله اسمه عندنا فلوس اودي له يقول لي يما اني انقذ عليك ما اقول لك يعني استاذ يعانون معاناه حيل استاذ هذا الحانوت زين نعم. يعني أبغى بطل المي بارد من فين استاذ من فين منين نجي يعني الأب يقول زاني بطل زاني يعني شلون وين مصطفى الكاظمي أنا عز عبي أول حسين خلي يزور الشعب الخامس أمه يعني. نعم الله يعينكم. اي نعم يعني هو وزير ابن الدواء يشرب دواء مش جوا. نعم هو انتو دا ناشدكم عن طريق هاي الاباء وصل الصوت خليك الله يخليكم يحفظ شبابك. الله يسلمك ويحفظكم ويفرج عن الجميع يا رب. ام علي من بغداد كانت معنا. سعد من السعوديه تفضل. سعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا أخو المقدم وبارك الله في أهل العراق الطيبين. يا هلا بك. والله هذه العصابة يعني ما بأمل ترتدي من وراهم أنه إلا غير هذا اللي نشوفه من قتل وتهجير واعتماد تدمير البنية التحتية من ناحية الصحة وغيرها. لكن أنا اللي أشوفه وإن شاء الله أن هذا الشعب الأبي اللي قاعد يدافع عن دول ما هو يدافع عن دولته. العراق قاعد يدافع عن دول المحيطة به كله. احنا جالسين في امان والعراقيين يدفعون ثمن هذا الامان دماءهم واعراضهم واموالهم وبلدهم اللي في الاصل هو مقرهم. لكن ان شاء الله بامر اللي ما تنام عينه ان شاء الله ان اهل العراق كما ثبتوا والثورة هذه كما كشفت هذه العصابة من قبل ومن بعد انهم قادرين ان شاء الله ابتزاز هذه العصابه والنصر والرحمه للشهداء هذول اللي توفوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. شاكر من بغداد يعاود الاتصال بنا. تفضل شاكر. شاكر تسمعني؟ انقطع الاتصال مع شاكر من بغداد. ام رقيه من بغداد تفضل. يا ام رقيه. أم رقية أم رقية
يبدو انقطع اتصال مع ام رقيه. محمد من هولندا، ام رقيه وياي؟ محمد من هولندا. انا عيني اسمعكم. تفضلي عيني، تفضلي. بعيد جدا بعيد. تفضلي هسه تسمعيني. الف سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. اخويا عاني ام رقيه من بغداد. نعم. من ناحيه بالمحتقلين المغربيين. الو اكو مشكله بالصوت ام رقيه، حاولي تعاودين اتصال بينا. ام رقيه من بغداد. محمد من هولندا، تفضل محمد. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لك اخوان. حياك الله. يا هلا بك، اهلا وسهلا حبيبي. والله قبل شوي طرحت على موضوع كورونا. نعم. وبالنسبه للثوار ما بعرف شيء. نعم. يعني هي حيره يا اخي، حتى ثوره بالنسبه للثوار يعني هم التجمعات، يعني شو موقف الثوره؟ هي حيره يا اخي. نعم. قلت لك هذا السؤال. ترى هم تجمعات تشوف في كل المحافظات. هم بالنسبه خطر بالنسبه للكورونا، هم يصابوا بالكورونا. يعني شو موقف الثوره؟ هذا سؤال يعني. بالنسبه الحدود العراقيه الايرانيه مفتوحه. حاليا بيجون زوار من ايران. الشغله مشتعله، هم يريدون الشعب العراقي يحكمهم بكل طريقه. ماكو مستشفيات، ماكو قوى صحيه، ماكو وقايه، يعني حاليا هم بيصحون على التجمعات حاليا. يعني بحجه الامام الحسين يعني لطف. نعم. هاي الاسباب الحكومه العراقيه حاليا ما تسوي شيء. والزوار اللي يجون من ايران حاليا الاف عن طريق الحدود. يعني قبل شوي حتى جبت فيديوهات. نعم. الشغله مفتعله انت هذه الكلام. نعم. احنا نفتح شعبنا بالوقايه، يعني هي الوقايه خير من العلاج. اصلا علاج ماكو بالعراق حاليا. يعني ما يروح لين تشفى اصريت ما تروح. يعني نعم. يعني معذوره تقدم. والله يشرف الجميع ان شاء الله، ينصر دورتنا. امين. تحيه لك عمر. حياك الله اخي محمد من هولندا كان معنا. ام ايات من الموصل. تفضلي ام ايات. الو. تفضلي. ده قاعد على مود العاصمه الان ابن بالله صار يعني خطبنا الحرمه دهتي لكل بالعرب. بس على كيفش حتى افتهم عليك. على كيفش. نعم على كيفش حتى افتهم عليك. تفضلي على كيفش. خطبنا يعني شنو هو تهمة كيدية اشتكوا عليه والحكم 15 سنة والله طالب كلية كلية التمريض. نعم. لا صوت ولا هم ولا عنده كل شيء والكورة 15 سنة. أم آيات. يعني أم آيات. قناتكم ماشي ماشي بس اسمحي لي. انكم توصلون صوتنا الكاظم يمكن الله يفرج على هالمظلومين. أم آيات. لا 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 محمد تسمعيني؟ الو تسمعيني لو ما تسمعيني؟ والله ما اسمع صوتك حال واضح، ما اسمع واضح. الصوت مو واضح. يعني دعك اقول لك اخوي. نعم. انا قابل التلفزيون، دعك على التلفزيون على القناه. نعم. يا من التلفزيون دعك عليك اسمعك تسمعيني بس ما اسمع صوتك. إيه اذا انت خاف من علي التلفزيون؟ نعم. الله يفرج عن كل بري يا رب، الله يفرج عن كل بري. أنا أشكرك أم آيات من الموصل. مصطفى من مصر. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي مصطفى وين هالغيبة؟ يا هلا يا هلا. يا أهلا بك. التشويش على الاتصالات يعني بنعانوا، لكن إرادة الله سبحان الله ما حدش ينبر يخبيها أبدا. الله يسلمك. ولا يستطيع أحد على وجه الارض ان هو سبحان الله يقف ضد الثوره العراقيه بس محميه من الله باذن الله تعالى وقدره الله عز وجل وقدرتك يا رب وقدرتك وجبروتك تحميها وتنصرها يا الله يا ملك السماوات والارض. اما يا سيدي بالنسبه لمرض كورونا اللعين، طبعا مرض كورونا اللعين يا سيدي لم ينقطع من الفساد الا باغلاق الحدود العراقيه الايرانيه ونشر قوات حفظ سلام على الحدود الإيرانية العراقية وتمنع
مهربين المخدرات وتجار الدين المرتزقه من اختراق الحدود وجلب المرض من ايران الى العراق، لان يفيد الوباء مستوطن في ايران جدا ولم ينتهي في ايران ابدا، لانه هناك يعالج بالسحر والدجل الدجال هناك وينشر هذا الفكر المتطرف. وتجار الدين في العراق يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد، يقول لك ايوه مرض كورونا هيجيب البخور، يعني بيقول لك هيجيب شويه بخور والدجال يبخر ده الهيبية، عشان يوهموا الناس ان المرض خلاص في ايديهم الحل. فسيدي هو ده الحل الوحيد، وعاش العراق وعاش النضال العربي العراقي، وانا اشكر سيادتك. حياك الله اخي مصطفى السيد من مصر كان معنا. ام عبد الله من الموصل، تفضل يا ام عبد الله. ويابا احنا اليوم صار 8 اشهر بلادي اثنينات وبتهاجيل، والله ما عارف ان هم ميتين طيبين. يعني ليش هيكي يفتحون لنا نشوفه؟ اما جهه ماكو، واحد منهم صار له 15 سنة قبل. نعم. تاكل ليش هيكي ليش؟ كفو على حالنا. غضب الله وغضب محمد. ليش ما تنموت عليهم؟ ما اعرف منهم كل شيء. الله يفرج عن كل مريض. ارحمونا وانو خاطر الله. والله انت مريض قاعد تحمل صرت وراه. أنا لا خبر لا علم، كل المساكين البتاجي كلهم مظالمين معتبر. ليش هيكي؟ خبر معك نطالب بالعفو العام لا بريال لأن خويا خويا ليش هيكي الظلم هذا؟ الله يعينكم والله يفرج عن كل بريء. وارجع واكد للساده المشاهدين اللي يتصل ارجوكم ينص صوته، العفو ينص التلفزيون، يعني ما معقوله يوميا نفس الحكايه، يا عمي يا خيرين يا طيبين، ترى احنا ما ادري افتهم عليكم الصوت ده يرجع نص التلفزيون للاخير ولا عبالك تحكي صار لك سنين ماكو فايده. مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، نقرا رسائل الواتساب. رسالة من أم رقية من بغداد، أعتقد اللي اتصلت قبل شوية وكان الاتصال غير واضح، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول عندي أو نناشد بإطلاق سراح المغيبين، أريدكم تحركون ملف الأسرى، نناشد بالعفو العام. والله يا أختي إحنا يومية في صوتكم نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن الحكومة ما دايرة بال للمغيبين. يروح الكاظمي يزور سجن 5 نجوم يطلع لهذا أبو حمزة، أبو حمزة أبو الملاهي. هذا الحال مع الأسف اللي بالعراق. أم أحمد من بغداد تقول أحييك دكتور، الكاظمي الآن في بيت العامري يبحث أمور البلد، تقول تتأملون منا صحة وأمان
وأفراح المعتقلين أو إفراج عن المعتقلين العراق تحكم أحزاب وعصابات. رسالة من أبو حاتم الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. يقول: قضية العراق قضية دولية، وعلى الشعب العراقي ومنظمات المجتمع المدني بالعراق التحرك على المحافل الدولية بعد قذوبة الإدارة الأمريكية بامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل وإنقاذ العراق من هذه المحنة. كل الخدمات معدومة بالعراق، ليس للعراق وزارة الصحة، ويتحمل المسؤولية الشعب العراقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. علي من بغداد، تفضل علي. علي تسمعني؟ تفضل أخي، نصير التلفزيون. تريد تحكي لو تسمع صوتك اختار. علي تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا عمر؟ بخير الحمد لله، تفضل. أنا أعتذر من عندك، أشكرك لأن مدى تقبلت نص التلفزيون ونحن نقضيها شلونك وشلونك. أخي ادخل، ما عندنا وقت للبرنامج، ما عندنا وقت. أم مصطفى من الموصل، تفضل يا أم مصطفى. بارك الله عندك، زاد فضلك. والله أستاذ أنا عندي سجين ابني. نعم تسمعني؟ أسمعش، تفضلي. نعم، هو مخبر شيرلي. نعم. وهاني صار لي والله هالسنة مش ما شايفته. شلون؟ عيدي لي بس، عيدي لي ابنك شبيه؟ والله ابني معتقل بالتعجيل. تمام. محكوم. نعم. 20 سنة. نعم. تهمته؟ تهمته أربع إرهاب، هاي كل أربع إرهاب. نعم. نعم. وهو كل شيء ما عنده. وأني صار له والله وضعي صعب، يعني أبوه متوفي وعندي أيتام. نعم. هذي حالة، وهاي صار لي سنة ما شايف. نعم. إنت يا كاظم إذا رحمنا رحمنا، يعني فوق بعيننا زين. نعم. بس بريتي شوية رحمنا وأرجو من الناس يا هذا الفاضل، أنا تحصلت صوتنا والله تعبنا. الله يخليك يبارك فيك إن شاء الله. الله يعينكم ويفرج عن كل بريء. هو يقبل يوم ما يشوف ابنه، يوم ما يشوف سنة ما أعرف كل شيء علمني شبيه ما أعرفه، عايش ميت ما أدري شبيه. بس خليه يرحمونه بالعفو العام، كلها مظالم، كلها مظالم والله. نعم. وشكرك أخويا. شكرا أم مصطفى من الموصل، والله يفرج عن كل بريء. شاكر من بغداد، تفضل شاكر. شاكر شاكر تسمعني؟ انقطع اتصال مع شاكر من بغداد. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، نطالب قناتكم بإيصال أصواتنا إلى كل من يستطيع التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ أبنائنا سجناء قبل فوات الأوان، لأن الوباء انتشر داخل السجون ولا توجد أخبار عنهم، إضافة إلى التعذيب المستمر حتى مع جائحة كورونا. العفو العام مطلب جماهيري وإنساني، نطالب بالعفو العام للموت الجماعي في السجون العراقية الظالمة كما قال. طبعا اليوم كذلك عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فضل عزاوي قال بأن أمام العراق طريق طويل لتحسين مكانته بعد تراجع ترتيبه في مجال حقوق الإنسان داخليا ودوليا من جراء الانتهاكات الحاصلة فيه. أضاف عضو المفوضية فاضل الغراوي بأن على الحكومة العمل بجدية لتعزيز واقع حقوق الإنسان في العراق ومنع الانتهاكات وتعزيز الضمانات وحماية الحريات وتقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات. وأشار الغراوي إلى أن من بين العوامل التي أدت إلى تراجع حقوق الإنسان في العراق هي الانتهاكات الجارية في مجالات الصحة والبيئة والتعليم، وازدياد حالات البطالة وارتفاع معدلات الجرائم، وازدياد حالات العنف والتعذيب، ووجود أكثر من مليون نازح في المخيمات، وعدم البدء بإعمار المناطق المدمرة، إضافة إلى سلاح الميليشيات المنفلت. طبعا ما شاء الله أمريكا والمجتمع الدولي ده يدعم كل هذه الميليشيات وهذه الحكومة في ظل كل هذه المؤشرات، في ظل كل المؤشرات التي تدنى فيها العراق على كافة الأصعدة مع الأسف، لأن الدعم الدولي اللي جابهم من العام 2003 ولغاية الآن ما زال يدعمهم ويريد البلد بعد
يتدمر ويتفلش أكثر وأكثر. طبعا منظمة Human Rights Watch قالت بأن تكرار عمليات استهداف الناشطين في محافظة البصرة يبرز استمرار نهج إفلات المتورطين من العقاب ومحاولات الميليشيات لإسكاتهم. وقالت المنظمة بأن الوضع في العراق يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على الشارع العراقي، وبينت بأن هذه الميليشيات تقوم بتنفيذ جرائمها أمام أنظار الجهات الحكومية، فيما حذرت من استمرارها في عمليات الاغتيال التي تقوم بها ضد أعضاء المجتمع المدني. أكدت المنظمة بأن السلطات في العراق لم تقم بأي إجراء على الرغم من الوعود التي أطلقتها حكومة مصطفى الكاظمي الحالية بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين ومحاسبتهم، لافتة إلى أن الناشطين الذين اغتيلوا مؤخرا في البصرة كانوا يستعدون لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة. كذلك تحدث اليوم النائب جوان إحسان النائبة، قالت بأن مجلس النواب ممتعض من قيام مصطفى الكاظمي بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات المبكرة في شهر حزيران المقبل. طبعا الجماعة الشعب تقتل كورونا وغير كورونا، حصة تموينية ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، الوضع تعبان جدا، والجماعة بس تلقاهم فالحين بتصريحات الانتخابات حتى يضمن إلى مقعد برلماني بالدورة الجاية، والشعب خلي يذهب إلى الجحيم، هم يريدوه هيك، ما يهمهم لا شعب ولا إنسان في العراق، همهم منصبهم. وتلقاهم بالفترة الانتخابية نواب يطلعون يحشون وين المغيبين وين المعتقلين، تخلص الانتخابات حصل على كرسي ما تسمع حسه بهذا الملف الإنساني أو الملفات الأخرى، فقط يطلعون تصريحات وتسقيط وكذا. من يشوف النائب من يصرح الفساد في العراق والسرقات في العراق تقول ما شاء الله هذا جقد وطني وهذا جقد شريف وهذا جقد آدمي، بعدين يطلع هو زعيم العصابة وأكبر حرامي. معنا اتصال أبو بكر من الإمارات، تفضل أبو بكر. شلون صحه؟ أهلا وسهلا بك أخويا. إحنا يعني حقيقة الحكومة اللي دي تحكم العراق هي عبارة عن مجموعة من إصلاح الدين. نعم. زين. وحتى لو خرج أي واحد من الحكومة من برلمان أو غير البرلمان، زين، يتحدث عن الفساد ويتحدث عن ما يحدث في العراق، زين، فهو أصلاً المتحدث عن الفساد هو أكبر فاسد، زين. نعم. والدليل، الدليل هساني ما يعني ما من عندي أنا. مش عن الجبوري. نعم. فبالمدة طلع يحكي على الفساد، انتشرت المقاطع مالته، زين، قال أني واحد من الناس أخذت 5 مليون دولار حتى قضية وما سديته، هو كذاب. نعم. اشتحد هو يأخذ 5 ملايين دولار وما يسد القضية، لا والله يسدها غصما ما على خشمه، زين أخوي العزيز. نعم. أي واحد دخل بالحكومة ذول حكومة الإسلاميين الكذبة، نعم، هؤلاء أخي كلهم فاسدون، واللي ما يعرف معنى الفساد تعلمه داخل البرلمان، زين، واللي ما يريد يأخذ راح يطقوه هيجي فلياسات من جوا الجوا يسكتوه. أخوي الكريم أقول لك شيء، نعم، أنا رأيي هذا، هؤلاء زين لا ينفع بهم إلا بالخروج بثورة عارمة والدخول إلى المنطقة الخضراء لإزالتهم، زين، والخلاص وخلاص البلد منهم. أخي الكريم غير هذا ما ممكن أن يحدث، زين، وهم باقون إلا بأمر الله، إلا بتغيير الله هذا أمر آخر، لكن هؤلاء أخي الفساد وصل إلى حد إلى مرحلة أنهم لن يستطيعوا بناء ولو طابوقة واحدة ما يقدرون يبني. والدليل أخي، ها، نعم، ميناء الفاو، ميناء الفاو مباع بالفلوس، زين، وعلى حساب العراق، زين، دفعوا الكويت رشوة من أجل ألا يبني العراق الميناء، والعراقيين الحكومة أخذت الفلوس وألغت
ميناء الفاو. فأخويا يعني صراحة أي واحد يعني الفساد في العراق، أنا أشوف بعض البرامج يطلعون واحد مثلا بالبرلمان يحكي على الفساد، لازم قبل لا يحكي هو على الفساد يسألون يقولوا له يابا أنت إيش قد خبيث، احكي لنا أنت أول شيء إيش قد خبيث بعدين نحكي على الفساد. زين أخويا كمهم يحكوا لي عبي المقاومة وما أدري الكلاوات مالتهم، يابا يا مقاومة ما تقول لي زين تقاوموا نفسكم أمام الفلوس، يلا عاد تسوي مشروع المقاومة. نعم زين وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل. أنا أشكرك أخي أبو بكر من الإمارات. أبو هدى من الناصرية، تفضل أبو هدى. هدى من الناصرية، هدى تفضل يا أختي. أبو هبة العفو، ما أفتهم، تفضل أبو هبة. نعم أبو هبة. نعم أسمعك أبو هبة. هناك مشكلة في الصوت مع أبو هبة من الناصرية. أنا أشكرك. رسالة أخيرة قبل الختام يقول: السلام عليكم، نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، نطالب حكومة الكاظمي بالنظر إلى ملف المعتقلين لأنه الملف الأهم والذي يحدث فيه كثير من الظلم وتواجد السجناء المظلومين في كافة السجون العراقية الظالمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.